السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمرين في التغطيات المواكبة لانتصارات الشعب الفلسطيني المتحققة على الكيان الصهيوني في مختلف المستوطنات، مستوطنات الكيان الصهيوني. تطورات يوم بعد يوم نشوفها بالنسبة لهذه العملية، عملية طوفان الأقصى، هذه العملية المباركة اللي أوضحت ضعف الكيان الصهيوني من الداخل سياسيا وعسكريا وأمنيا وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى أن التطور اللي حدث اليوم هي الوقفات والتظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية في عدد من البلدان العربية والعالمية وبالأخص في العراق. تظاهرة الآن حاليا في بغداد موجودة ومستمرة، كذلك في الموصل وبعض المحافظات الأخرى، مناصرين وداعمين للقضية الفلسطينية. العديد من المواضيع راح نتناولها خلال هذه التغطية مع ضيوفنا، الدكتور محسن العقيلي المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء، وكذلك راح ينضم لنا عبر سكايب الدكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. نبتدي وياك دكتور محسن، أهمية هذه الوقفات اليوم اللي نشوفها، أعداد أبدا مو قليلة، بالآلاف اليوم موجودين في بغداد وعلى منفذ الحدود العراقية الأردنية، منفذ الدريبيل، موجودين ومناصرين للقضية الفلسطينية. نعم، شكرا جزيلا عزيز أستاذ عباس، تحية لك ولجميع السادة مشاهدي قناة الأيام الكرام. حياك. حقيقة هذا يعني هذه التظاهرات، هذه الوقفات مهمة جدا، فكما يتحد الغرب وتتحد أمريكا وإسرائيل في معركتهم، ينبغي على العرب والدول الإسلامية أن تتحد أيضا في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة الدول الغربية. للأسف أنا دائما ما أكرر بأن إسرائيل وأمريكا والغرب هم على قلب رجل واحد في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وتدمير المنشآت الفلسطينية واحتلال أرضهم والتجاوز على حقوقهم، ولكن لم يستطع العرب ولا معظم الدول الإسلامية أن تكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن فلسطين. وسبب في ذلك أنا من وجهة نظري يعني واضح جدا، هو بسبب الحكام العرب وليس الشعوب العربية. مهم أنه نميز ما بين الحكام والشعوب. طبيعي جدا، يعني الحكام العرب إذا ما صح التعبير باعوا القضية الفلسطينية منذ زمن طويل، ولكن الشعوب العربية رافضة للكيان الصهيوني ورافضة للوجود الصهيوني في أرض فلسطين وفي القدس، ولذلك نرى بأن وقفات الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية، دائما ما تكون وقفات مشرفة على العكس تماما من موقف حكوماتهم وموقف بعض الحكومات. منعت حتى الوقفات واعتقلت من يدعو لهذه الوقفات أو يطالب بمناصرة هذه القضية أو حتى الدخول إلى الأراضي الفلسطينية والمشاركة بالحرب ضد الكيان الصهيوني. يعني حتى سابقا كان على طول الفترة في الصراع العربي الإسرائيلي، انه على الاقل كانت هذه الدول العربية عندما تجتمع في جامعة الدول العربية وما شابه ذلك كانت تدعم فلسطين من الناحية المادية وتخصص لها الأموال. حتى هذه الأمور بدأت تختفي، على العكس تماما معظم الدول وخاصة تلك الدول المطبعة هي الآن تدعم إسرائيل ولا تدعم فلسطين. أكثر من ذلك، حتى في اجتماع جامعة الدول العربية، وهذا الأمر غير معلن، كان هناك نية لأن يكون البيان الصادر من جامعة الدول العربية فيه إدانة للطرفين بما فيهم حتى إدانة للمقاومة الفلسطينية لولا تدخل العراق في هذا الجانب، ورفض رفضا قاطعا أن تكون هناك إدانة للمقاومة الفلسطينية في غزة. ولذلك أنا أعتقد بأن موقف الدول العربية هو موقف الحكام العرب، حتى نكون واضحين بالتعبير، هو موقف مخزي ومذل ولا يليق بأن يكونوا رؤساء لدول عربية ودول إسلامية. رأينا كيف أن الرئيس أكبر دولة عربية اللي هي مصر كيف يتحدث عن إمكانية تهجير يعني الشعب الفلسطيني في غزة إلى الصحراء داخل إسرائيل، هو فقط يرفض أن يتم التهجير إلى مصر خوفا على عرشه ليس أكثر، ولكنه لا مانع لديه أن يتم تهجيرهم إلى أي مكان آخر. هذا إذا يدل على الخذلان وعلى الخنوع وعلى يعني التي أصابت الرؤساء وعلى العمالة حقيقة والخيانة. وبالأساس شنو اللي تتأمله هذه الحكومات من الكيان الصهيوني؟ ما احنا شفنا عملية طوفان الأقصى أثبتت أنه هذا الكيان شنو وضعه، شنو إمكاناته، شنو تمكنه السياسي الاقتصادي العسكري. يعني شفنا هذا الضعف واضح
شنو متأمل اليوم هذه الحكومات؟ شنو سبب الإصرار على التعامل ومجاملة الكيان الصهيوني وهذه البيانات المترددة والجبانة اتجاه القضية الفلسطينية؟ يعني معظم الحكام العرب هم حكام عملاء لأمريكا حقيقة، وأمريكا يعني إسرائيل. اليوم من يدير المعركة سياسيا وعسكريا وماليا وإعلاميا هي في الحقيقة أمريكا وليس إسرائيل. احنا يعني بعد حرب 67 و73 حقيقة بدأ الكيان الصهيوني يثبت وجوده من خلال تأمين أمن القومي، لم يتعرض إلى اهتزاز إلا بعد انتصار الثورة الإسلامية. عندئذ جاءت الثورة الإسلامية وأعلنت بأنه يجب أن تزول إسرائيل ويزول الكيان الصهيوني، دعت إلى عدم وجوده في المنطقة، ولذلك تحفزت بعض قوى المقاومة بانتصار الثورة الإسلامية، ومن ضمنها حزب الله في لبنان، وظهرت حركة حماس والجهاد والحركات المقاومة الأخرى بعد انتصار الثورة الإسلامية. وفعلا استطاعت هذه الحركات ومن ضمنها حزب الله في لبنان أن يحرروا لبنان من إسرائيل سنة 2000، وكان هذا تحول واضح على أن هذه الدولة كما ذكرت التي كانت تقول بأن لديها جيش لا يقهر بالإمكان الانتصار عليه، وحقق حزب الله الانتصار عليه في أكثر من مناسبة. لكن وجهة نظري بأن معركة طوفان الأقصى هي معركة مختلفة. هذه المعركة أنا من وجهة نظري ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى وإن تم يعني إيقافها بشكل مؤقت، وما قبل 7 أكتوبر بالتأكيد سيختلف كثيرا ما بعد 7 أكتوبر. صحيح أن يعني هذه المعركة فاجأتنا من حيث يعني التخطيط والتنسيق، ولربما فاجأة الصديقة قبل العدو بالتنفيذ. لذلك رد الكيان الصهيوني كان رد إجرامي كالعادة، استهداف للمدنيين المواطنين اللي هم اساسا مو بخط الصد ولا داخلين للمعارك. يعني نسمع الارقام، اكثر من 4150 شهيد واكثر من 1000 مفقود، اغلبهم اطفال لغايه هذه اللحظه، بالاضافه الى انه خلال هذه الاخر 24 ساعه 37 مجزره راح ضحيتها اكثر من 352 شهيد و669 مصاب. يعني احنا نحكي خلال 24 ساعه هذه الإجراءات وهذا الإجرام من قبل الكيان الصهيوني راح يكسر المقاومة، راح يضعف إرادة الشعب الفلسطيني باتجاه تحرير أرضه من الكيان الصهيوني؟ لا أبدا. شوف يعني أجاوب على هذا السؤال من شقين. يعني الشق الأول أنه هذه المعركة على الرغم من أنها كانت يعني مفاجأة لدى الكثير، لكنها هي مخطط لها منذ فترة طويلة. ويعني على المستوى الشخصي كنت عضوا في الرابطة الدولية قبل أشهر، وكنا في زيارة إلى بيروت وحضينا يعني وتشرفنا بلقاء سماحة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله. ذكر آنذاك بأنه كل التجهيزات والإمكانيات والقدرات متوفرة، ونحن ننتظر ساعة الصفر، بمعنى أنه المقاومة الإسلامية في لبنان في المنطقة، محور المقاومة الإسلامية بأجمعه هو كان على علم بالمعركة ويتوقع بأن المعركة ستكون قريبة. لمدة ساعتين تقريبا تحدث السيد حسن نصر الله، كان كل حديثه بأن المعركة ستكون قريبة جدا، بمعنى أنه المعركة مخطط لها، وهذه المعركة يعني كان هناك تخطيط مسبق ما بين المقاومة الإسلامية في فلسطين والمقاومة الإسلامية في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا والكثير لم نتفاجأ بردة فعل الكيان الصهيوني لسببين. السبب الأول، هذا هو ديدن الكيان الصهيوني في مواجهاته السابقة، هو عندما لا يستطيع المواجهة مع المقاومة يلجأ إلى يعني إلى المدنيين، إلى النساء، إلى الرجال، إلى الأطفال، إلى قصف المنشآت، إلى المستشفيات، إلى الدور السكنية، في محاولة منه لإظهار رأي داخلي يعني يؤنب المقاومة على اعتبار أنه هناك ستكون ضحايا وخسائر وما شابه ذلك. هذا أولاً. السبب الآخر أيضاً، حجم الصدمة وهول المفاجأة التي تعرض لها الكيان الصهيوني في هذه المعركة. هذا الكيان الذي كان يدعي بأنه لديه يعني أسلحة وتكنولوجيا متقدمة جدا، ويملك ما تسمى بالقبة الحديدية، اللي صور الكيان الصهيوني وبعض الإعلام الغربي، وأثبتت عكس المعركة. واليوم
اللي يواجه الكيان الصهيوني مو بس المقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية على خط الصد. صحيح. ونشوف الجهات الداعمة، يعني الصورة واضحة بالشاشة حاليا من صنعاء اليمن، من بغداد، من ملفة طريبيل الحدودي، من الموصل العراقية وباقي المدن، الكل مناصرة ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية بحربها اتجاه الكيان الصهيوني. بالتالي الكيان اليوم ما يواجه فقط الفلسطينيين على أرض الواقع. صحيح. يعني أتفق معك تماما. اليوم المعركة يعني فتحت فيها جبهات أخرى، وهناك يعني تخطيط لهذه المعركة، لربما سيكون التصعيد بشكل تدريجي بحسب معطيات المعركة. وهذا الأمر طبعا ما تديره يعني القوى العسكرية والأمنية والاستخبارية بالنسبة للمقاومة الإسلامية. اليوم رأينا بأنه المقاومة الإسلامية في لبنان أخذت تصداد الدبابات الأمريكية وأصبحت مقابر للإسرائيليين. المقاومة الإسلامية في العراق منذ اليوم الأول، كل المقاومة الإسلامية في العراق قالت بأننا نحن جزء من المعركة. وفعلا اليوم رأينا بأن الأهداف والمصالح الأمريكية في المنطقة تتعرض. بكربلاء حاليا، كربلاء المقدسة، انطلقت تظاهرة بالآلاف لمناصرة القضية الفلسطينية، أيضا مؤكدين دعمهم ومساندتهم لإخوتهم الفلسطينيين. نعم دكتور. نعم، ورأينا الآن الأهداف والمصالح الأمريكية تتعرض لضربات المقاومة الإسلامية في العراق، في اليمن، في صنعاء، في اليمن البطلة. رأينا بالأمس القريب كيف تنطلق الصواريخ من اليمن باتجاه البارجة الأمريكية. نعم. التي جاءت دعما لإسرائيل. نعم دكتور، خلينا ننتقل لمراسلنا من الموصل محمد الشبكي. حياك الله محمد. محمد إذا تسمعني. الأخوة بالكونترول إذا الصوت واضح عند محمد. محمد، الأوضاع حاليا بالموصل، يعني إحنا نشوفك بالصورة موجود بين المتظاهرين، نداءات المتظاهرين، مطالبهم، شنو الوضع حاليا عندك؟ وصرخات عالية، لبيك يا فلسطين، لبيك يا فلسطين، في شارع المنصة، في شارع الاحتفالات، تنديدا ووقفة استنكارية ضد الكيان الغاصب الذي يقوم بضرب المدنيين العزل في كل أركان، سواء كان في المستشفيات أو في المدارس، لا يرعى حقوق الإنسان. والكيان كما هو معروف عنهم بأنهم لا يمتلكون ذرة من الإنسانية. الآن أبناء الموصل وخاصة الفصائل المقاومة قد خرجوا بهذه التظاهرة، بهذه الوقفة السلمية، تنديدا بهذه العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني. وهم الآن ألقوا البيان وهم يستعدون ومستعدون للدفاع عن القدس والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، بالتزامن مع التظاهرات الموجودة أيضا في بقية المحافظات العراقية. الآن هذه الجموع الغفيرة وهذه الفشود الغفيرة من أبناء الموصل يطالبون بوقف العدوان الصهيوني الغاصب للأطفال، وهم يستهدفون الأطفال والنساء قبل المقاومين، فهم يحاولون بكل هذه العنصرية وبكل هذه بهذه القصف إنهاء وقضاء على أهالي مدينة أهالي الغزة الكرام. أبناء الموصل يعلمون حجم المعاناة اللي يتعرض له الغزة، على اعتبار أن أهالي الموصل قد عانوا من ولايات داعش الصهيوني. فالآن داعش الصهيوني كما فعلوا بأهالي الموصل، وهم أيضا يعلمون بما يفعله الصهيونية والكيان الغاصب والممولهم وداعمهم الأمريكا، كيف يضربون ويقتلون الأهالي في غزة. شنو أهم نداءاتهم محمد ومطالبهم خلال هذه الوقفة المناصرة الأخوة الفلسطينيين، وإذا تتقرب لنا من المتظاهرين أكثر يكون أفضل. كما تعلم أولا الوقف الفوري للعدوان الغاصب على الأهالي وخاصة المدنيين الأبرياء، وكذلك المطالبة والدعوة لفتح الطرق ومن أجل مواجهة الكيان ومن أجل ذهاب الشعوب البقية الشعوب العربية من أجل المساندة الشعب الفلسطيني حاليا العزل ليس لهم ناصرون.
فهم يطالبون ايضا بضروره الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهه الكيان المحتل. نعم نعم محمد، شكرا لك، راح نرجع لك ان شاء الله خلال هذه التغطيه. نرجع دكتور محسن، يعني نسمع خبر الان الامين العام للامم المتحده من بعنبر رفح يؤكد انه رغم الاتفاق على السماح بادخال مساعدات انسانيه الى غزه، فاكو شروط حاليا يفرضها الكيان الصهيوني على ادخال هذه المساعدات الانسانيه، ومصرين على قطع كل اساسيات الحياه من ماء وشراب وكل الاحتياجات الاساسيه. يعني انا فقط اتساءل لو كانت دوله اخرى غير اسرائيل تقوم بهذه الجرائم من حصار دائم، من قصف لمستشفيات، من قتل الابرياء، ماذا كان سيكون رد فعل الدول الغربيه والامم المتحده ومنظمات حقوق الانسان وهذه التسميات التي نسمعها كل يوم منهم، ماذا سيكون ردهم؟ هل سيكون الرد بهذا الخنوع وهذا السكوت وهذا التضامن، ام ان الدنيا ستقوم ولم تقعد بمجرد أنه تكون دولة أخرى غير إسرائيل؟ حقيقة اليوم كشف لنا زيف هذه النظريات وهذه المنظمات التي تدعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة واحدة من أهم هذه المنظمات. وأساساً حتى هذا البيان متأخر، يعني هذا الوضع اللي يعيشوه الفلسطينيين صار أيام من ثاني يوم من الحرب. الكيان الصهيوني فرض هذا الحصار على أهالي غزة، وبالتالي ما سمعنا في هذا الموقف، يعني إلا اليوم بعد مرور 13-14 يوم يلا سمعنا هالنقطتين يعني الثلاثة. هو الأكثر من ذلك، ترى غزة محاصرة منذ 16 سنة، يعني ليس فقط الآن في الحرب، لربما الآن أصبح قطع بشكل نهائي، لكن حقيقة غزة محاصرة منذ 16 سنة وهذه المنظمات والدول الغربية لا تأبه لذلك. يعني حقيقة كل ما تفعله إسرائيل هو مخالف للمبادئ والقوانين الدولية، سواء في قصفها للمستشفيات أو في قطعها يعني الإمدادات عن الناس المدنيين الموجودين، هذه مخالفة واضحة للقانون الدولي، وهناك نصوص حتى في النظام الأساسي لنظام روما للمحكمة الدولية الجنائية تعتبر هذه جرائم حرب وتعاقب عليها على انها جريمه حرب. منو اللي راح يحاسب الكيان الصهيوني على هذه الجرائم؟ يعني احنا نشوف امريكا وغيرها مسانده للكيان الصهيوني واللي يسويه بالفلسطينيين. ما هذه المشكله، انه المشكله انه من يحاسبك هو عدوك بالاساس، من لديه امكانيه الحساب هو العدو بالاساس، يعني امريكا وحلفائها، والا يعني ماذا تعني انه امريكا بمجرد انه شعرت بضعف اسرائيل امام المقاومه الفلسطينيه حركت ناقلاتها لناقلات الطائرات، وماذا يعني ان ياتي رئيس وزراء بريطانيا الى اسرائيل في طائره تحمل الصواريخ والاسلحه والاحدده في مشهد غريب لم يشهد له التاريخ من مثيل. هذا يدل على أن هذه الدول إنما تدعي حقوق الإنسان وما شابه ذلك مجرد شعارات ليس إلا، ولكنها متى ما تعارضت مع مصالحها أو مع القوى التي تحميها تنسف كل ذلك، بل إن أمريكا وبايدن أعطى الضوء الأخضر للإسرائيليين بأن يسحقوا غزة دون مبالاة للمدنيين والأطفال والشيوخ. وين التأثير الأكبر دكتور محسن؟ هذا الدعم الشعبي والجماهيري اللي اليوم نشوفه حاليا بهذه الصور من مختلف المدن والمحافظات سواء العراقية أو حتى العربية، ونشوف مشاركة النخب المجتمعية، كلمات لنقيب الصحفيين ونقيب الفنانين وغيرها من طوائف المجتمع العراقي، أم أنه الدعم الأمريكي بالسلاح وغيرها من الأساليب باتجاه قصف المواطنين؟ لا بكل تأكيد هذا الدعم، يعني ما تدعمه الشعوب العربية هو دعم معنوي، لأنها يعني حقيقة لا تملك أن تقدم كشعوب، لا تملك أن تقدم الآن شيء مادي إلى فلسطين طالما أن حكامها يعني على غير ما ترى هذه الشعوب. اليوم أمريكا تدعم بالطائرات وبالأسلحة، وبريطانيا تأتي بالأسلحة، والحكام العرب يحتقلون حتى المتظاهرين، بمعنى حتى لا يريدون أن يكون صوتا مناصرا لفلسطين أو صوتا منددا بالكيان الصهيوني. أنا أعتقد هذه الوقفات مهمة جدا. في السنوات الأخيرة من وجهة نظري عمل الغرب وأمريكا وإسرائيل على
أن تكون القضية الفلسطينية قضية منسية، وبدأوا يدخلون ثقافات غريبة إلى الشعب العربي والشعب إلى الشباب العربي والشباب الإسلامي في محاولة أن تكون هذه القضية في طي النسيان. ولكن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى الوجود وجعلت الشباب العربي متحمس لهذه القضية، وأنا أعتقد هذا انتصار كبير لا يقل أهمية عن الانتصار العسكري الذي تحقق. هو هنا نتساءل أنه أهمية هذه المعركة، مثل ما قلنا التوقيت أبداً التوقيت مو صدفة ولا توقيت اعتباطاً، أكو انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني، أكو جرائم، فبالتالي المواطنين الفلسطينيين ردوا والمقاومة الفلسطينية ردت على هذه الاعتداءات. بالتالي أهمية هذه المعركة فقط للتذكير أم أنه أكو أهميات أخرى بالنسبة لطوفان الأقصى؟ لا بالعكس، أنا من وجهة نظري لها أهمية كبيرة جداً وآثار على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي لربما هذه المرة الأولى التي تكون المعركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، والمرة الأولى التي يتجاوزون فيها ما يسمى بالجدار العازل أو جدار غزة أو غلاف غزة، هذا الجدار المجهز أيضا بأحدث الأجهزة. هذا يعني بأنه بالإمكان تحرير المستوطنات مستقبلا لو توفرت الظروف المناسبة. هذا أولا. ثانيا أخذ الأسرى والرهائن أفزع العدو، والانتصار الأكبر هو زعزعة ثقة المواطن الإسرائيلي بحكومته. هذا المواطن، هذه الحكومة التي كانت تدعي بأن هذه الأرض هي الأرض الآمنة بالنسبة لليهود، أصبحوا أسرى ورهائن، ويعني بدأوا ملأوا المطار في اليوم الثاني من بدء المعركة. ونحن نعلم بأن أغلب الموجود في الأراضي الإسرائيلية يحمل يعني أكثر من جنسية، وبالتالي هو جاء إلى هذه الأرض نتيجة المغريات المادية، فعندما تتعرض حياته إلى الخطر فلن يبقى في هذه الأرض. بالتأكيد تفعلت خلال الأيام المضت، واليوم الهجرة العكسية، والآلاف من المستوطنين في بلدات الكيان الصهيوني رجعوا إلى بلدانهم الأصلية باعتبار أن العمليات مستمرة وطوفان الأقصى مستمرة. خليني أنتقل للدكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي من بيروت. حياك الله أستاذ عباس. أهلا يعطيك العافية. يا مرحبا بك. اليوم وقفات وتظاهرات في عدد من الدول العربية والعراق في أكثر من محافظة لمناصرة القضية الفلسطينية. أهمية هذه الوقفات والمظاهرات بالنسبة لمعركة طوفان الأقصى وبالنسبة للوضع الإنساني المأساوي اللي يعيشه الفلسطينيين من الداخل؟ لا الصوت متقطع مع الأسف، لو ممكن إعادة السؤال. عفوا، أعيد لك السؤال دكتور عباس. أتساءل اليوم، يعني إحنا حاليا بتغطية مباشرة ونشوف هذه الصور من مختلف المدن العربية والعراقية، بالعراق أكثر من محافظة اليوم وقفات وتظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية. أتساءل عن الأهمية لهذه التظاهرات بالنسبة للوضع المأساوي والوضع المؤلم بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين بسبب الإجرام المرتكب من قبل الكيان الصهيوني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه أولا بالتحية لك وبكل العراقيين المتواجدين في شوارع العراق بأجمعه لنصرة هذا الشعب المظلوم. الحقيقة هذه يعني الوقفات والتظاهرات الشعبية التي نشاهدها في كل أنحاء العالم على كل المستويات، سواء الدول العربية أو الإسلامية أو الدول العالمية بشكل أجمع، هو حركة تضامنية مع الإجرام، مع ضحايا الإجرام التي ترتكبها الصهيونية العالمية في الأراضي المحتلة، مع دعم مباشر من أصحاب زرع هذا الكيان من بريطانيا ومن فرنسا والدول الأوروبية إضافة إلى أمريكا. ولهذا أتصور هذا يعطي دفع إضافي لمقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني. ولكن هذا أخي الفاضل، وهذه يعني المظاهرات وهذه الوقوف المقدسة لا تكفي، هناك نحن بحاجة إلى زعف شعبي حقيقي باتجاه الحدود. شنو الوضع ببيروت دكتور بالنسبة للشعب اللبناني تجاه القضية الفلسطينية؟
أنا يعني الشعب اللبناني والشعب السوري والعراقي والأردني والمصري والإيراني متواجدون في كل شوارعهم وفي كل الميادين، لكن كما أقول وأؤكد وهذا ما يؤكده الجميع، هذه المظاهرات الداعمة المقدسة هي الحقيقة لا تكفي. هناك يجب أن يكون تتبدل هذه المظاهرات وهذه المواقف التضامنية إلى يعني نقاط عملية. يجب أن يكون هناك زحف نحو فلسطين ونحو الأراضي المحتلة من الأردن ومن العراق ومن مصر ومن الدول الأخرى. هذا الزحف هو الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ الشعب الفلسطيني ويقضي على هذه الجرثومة السرطانية التي زرعتها بريطانيا. أساليب الكيان الصهيوني 17. حاليا اتجاه الشعب الفلسطيني راح تعجل من هذا الزحف اتجاه فلسطين وبنهاية ويتعجل من نهاية الكيان الصهيوني. أخي الفاضل، هذه يعني تواجد الأساطيل الغربية بهذا الحجم بهذا الشكل هو أكبر دليل على أن هذا الكيان هو نحو الانهيار، وإلا إذا كان هذا الكيان قويا لم تكن حاجة إلى هذه الأساطيل بهذه القوة وإلى هذا الدعم السياسي واللوجستيكي والعسكري والأمني بهذه الطريقة. هم يحسون جيدا بأن هذا الكيان هو أضعف من بيت العنكبوت، وهذه حقيقة ما قامت بها الفصائل الفلسطينية وحماس خاصة خلال الأسابيع الماضية هو يدل على هشاشة الوضع الإسرائيلي ويدل على قوة المقاومة، لكن هناك بحاجة هذه القوة المقاومة المسلحة وهذا الشعب المظلوم في الأراضي المحتلة هو بحاجة إلى دعم حقيقي وبحاجة إلى زحف الجماهير المليونية العربية والإسلامية من كافة الأطراف لكي تكون الضربة النهائية والقضاء النهائي على هذا الكيان المؤقت وهذا الكيان قاتل الأطفال. نعم دكتور، خلينا ننتقل لدكتور محسن العقيلي. دكتور محسن، هذه الوقفات وهذه التظاهرات وهذه القوة للكيان وللمقاومة الفلسطينية، هل من الممكن راح تأشر لنا نهاية الكيان الصهيوني بعد هذه المعركة الأهم والمعركة النوعية؟ يعني هو أشار الضيف الآن من لبنان إلى مسألة مهمة بأنه ضعف الكيان واضح جدا عندما يعني جاءت أمريكا بأساطيلها والدول الغربية بدعمها اللامحدود، هذا يدل على أن الكيان ضعيف جدا ولا يستطيع مواجهة المقاومة لوحده، وشعروا بأن هذا الكيان الذي زرعوه في قلب الأمة العربية والإسلامية إذا لم يدعموه ويساندوه لربما هو لا يستطيع المقاومة لمدة أيام. مجرد عملية نوعية قام بها المقاومة في فلسطين، رأينا الضعف الواضح والتخبط الواضح لدى الكيان الصهيوني. هذا يدل على أن الكيان ليس هو البعبع الذي كنا نسمع عنها أو الذي يحاول أن يسوقوه إلى الإعلام، وإنما هو كيان ضعيف مهزوز لديه مشاكل داخلية أيضا، ولذلك تحاول أمريكا أنه قدر الإمكان أن تدعم هذا الكيان وأن يبقى في الوجود. حقيقة يعني إحنا الآن هذه المعركة كما تفضلت أنت وتفضل سيد الضيف معركة مختلفة ومعركة نوعية جدا، هي مختلفة عن كل المعارك الأخرى ولها أهمية كما ذكرت أنا قبل قليل على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، حتى أنها أحبطت مخططات. يعني هناك كما نعلم انقسام ما بين غزة والضفة الغربية عمل عليه شارون منذ فترة طويلة عندما كان هو رئيس الوزراء، لكن نرى اليوم حتى قادرة تذكرت التدخل الأمريكي وصار واضح هو للكل تدخل الأمريكي مباشر سواء سياسيا أو عسكريا. قادرة أمريكا اليوم تصلح هذا الموقف بالنسبة للكيان الصهيوني؟ عسكريا ما شفنا ذاك الأثر، بالجانب السياسي ممكن يكون أكو أثر؟ شوف، أمريكا تعلم جيدا بأنه الكيان الصهيوني في أي معركة خاصة إذا كانت معركة برية سيلغى يعني هزيمة النكراء، ولذلك كان أول نصائح بايدن إلى نتنياهو بأنه أن لا يخوض حربا برية.
حتى يعني الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية الذي كان بتريوس على ما ظن اسمه كان هنا في العراق وكذلك كان موجود في أفغانستان، قدم نصيحة بأن للكيان الصهيوني بأنه لا يذهب إلى حرب برية لأن هناك اختلاف في الحرب البرية. المقاومة لديها العقيدة ولديها الإيمان الكافي وهي تستشهد من أجل أرضها، ولكن هذه العقيدة لا تجدها لدى الجندي الإسرائيلي. نعم دكتور، خلينا ننتقل لمنصة التظاهرات بالعاصمة بغداد، نستمع إلى بيان وبعدها نعود. أجل القدس، أين العرب؟ أين حكام العرب؟ أين جامعة الدول العربية من الذي يحدث في غزة؟ أين العالم الإسلامي؟ كل الأحرار في العالم، لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا السكوت على العدوان الكيان الصهيوني على فلسطين؟ هبوا لنصرة أبناء فلسطين، هبوا لأطفالها، هبوا لنسائها. أين الغيرة؟ أين الغيرة العربية؟ أين المسلمين؟ يا أحرار العالم، ألا تهزكم هذه الدماء وهذه التضحيات؟ المرشح عن التحالف العربي في كركوك عبود جمعة صالح العبيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني بس ارجع عليه ورا، ترى المكان واسع، انتوا لا تقربون على المالي. ارجعوا 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 يا شباب، يا شباب ارجع عليه ورا، بعد ارجع عليه ورا، ارجع عليه ورا، راح تطلع احلى الصوره، تطلع احلى المظاهره، تطلع اكبر. ها الله يسلمك، على راسي على راسي اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم دكتور عباس، اذا تسمعنا دكتور عباس خميار. دكتور عباس، بالتالي هذه التظاهرات وهذه الوقفات نداءها واضح ومطلبها واضح، مطلب إنساني بحت باتجاه تحقيق الأهداف وباتجاه تحقيق أهم أساسيات الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني. نتوقع أنه راح تكون استجابة من قبل المنظمات الدولية، من قبل الكيان الصهيوني بعد كل هذه الجرائم؟ يعني الاستجابة بهالمسافة الزمنية ماذا يعني؟ هذا الصمت القاتل للمنظمات الدولية ماذا يعني بعد استشهاد آلاف الأطفال وآلاف النساء، وبعد القضاء على الحياة في هذه المنطقة؟ هذا الاستنجاد ماذا يعني؟ أنا أتصور يعني هناك يجب تكون إدانة حقيقية هناك للكف على هذه الجرائم. عندما يأتي رئيس أكبر دولة وأكبر قوة عالمية ويكرر أكاذيب نتنياهو، وعندما يأتي الغرب بكل ما يملك من طاقة سياسية ومن طاقة إعلامية وعسكرية للدفاع عن هؤلاء المجرمين، ماذا يعني هذه المساعدات التي هي الحقيقة يعني أولا لحد الآن لم تصل، ومن ثم عندما تقطع المياه ويقطع الكهرباء ويقطع الغذاء وتقصف المخابز لكي يبقى هذا الشعب جائع، ماذا تعني هذه المساعدات؟ هذه أتصور إنها أقراص تسكين ولن تؤثر على المدى القريب ولا على المدى البعيد. يجب تكون هناك حلول أساسية، وهذه الحلول لا تأتي ولا تنفذ إلا كما قلت يعني بهذا الزحف الجماهيري والقضاء على هذه الجرثومة السرطانية التي الحقيقة تهدد الإنسانية بأجمعها وتهدد الإنسان. بالتأكيد هو اليوم الموضوع إنساني قبل لا يكون موضوع عربي، قبل لا يكون موضوع إسلامي. يعني آخر الأخبار توصلنا مستشفيات القطاع خرجت بالكامل عن الخدمة، يعني ماكو مستشفى حاليا بغزة تقدر تقدم الخدمات
للمصابين بسبب هجمات الكيان الصهيوني. انتقل لك دكتور محسن، بالتالي شنو اللغة اللي يفهمها الكيان الصهيوني؟ لغة الخطابات والوقفات والتظاهرات راح يفهمها هذا الكيان؟ لا، هي يعني الوقفات والتظاهرات مهمة جدا، و يعني على الأقل تحدد موضح يعني موقف الشعوب العربية من الكيان الصهيوني. هذه المواقف مهمة جدا، وهذه التظاهرات مهمة جدا، والتحشيد مهم جدا. وأنا كما قلت بأنه واحدة من الانتصارات التي حققها طوفان الأقصى هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الوجود، على الأقل إلى الوجود العربي والإسلامي. فلذلك هذه الوقفات مهمة جدا، ولكن هل تكفي؟ بالطبع لا، غير كافية حقيقة. يعني أمريكا وإسرائيل لديها هدف قديم تسعى إلى تحقيقه، وهي تهجير غزة وجعلها مستوطنة إسرائيلية. طبعا هذا الهدف ليس اليوم، يعني لا يتصور البعض بأنه الآن ينادون بتهجير غزة أنه بسبب معركة طوفان الأقصى. لا أبدا، هذا الموضوع موضوع قديم جدا، وفتح في عهد الرئيس حسني مبارك، ولكن لم يستطيع أن ينفذ هذا الهدف. طبعا فعلا ب 1970 دعوة مباشرة كانت بالضبط، ليش؟ لأنه بدأ بهذه الخطوات لسببين، يعني سبب أمني وسبب اقتصادي أيضا. السبب الأمني أنه غزة فيها حماس، وحماس مقاومة، وخاصة بعد يعني التقارب الذي حصل بين حماس والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأصبحت يعني من ضمن المقاومة الإسلامية في المنطقة، أصبحت تشكل خطر كبير على وجود الكيان الصهيوني. الهدف اقتصادي، هم بالأساس لديهم خطة لإنشاء قناة موازية لقناة السويس تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وجود غزة ووجود حماس في غزة لن يحقق لهم هذا الهدف، ولذلك عملية التهجير التي تنادي فيها إسرائيل هي خطة أمريكية إسرائيلية قديمة، ليس وليدة اليوم. لا أحد يتصور أنه والله أنه صار طوفان الأقصى والجماعة يريد يهجرون غزة، شعب غزة من أرضه. لا أبدا، الخطة قديمة جدا. إحنا ما نحتاج الآن هو ليس فقط موقف الشعوب العربية، ما نحتاج حقيقة موقف حكام الشعوب العربية وحكام الشعوب الإسلامية. اليوم الموقف الواضح الوحيد، وأنا مو لأني عراقي، الموقف الواضح الوحيد هو موقف الحكومة العراقية، نددت وشجبت وطالبت، وموقفها واضح جدا بأنها ضد الكيان الصهيوني ومع الشعب الفلسطيني. وايضا لربما هناك مواقف حتى وحتى يعني وحتى هذا في سوريا، في ليبيا، في الجزائر، هذا الموقف، ولكن اين مواقف الدول الاخرى؟ خاصه هذا الموقف العراقي واضح من قبل رئيس الحكومه العراقيه. نعم، السيد محمد الشياع السوداني باتصال بايدن اكد لثبات العراق على موضوع القضيه الفلسطينيه، وان العراق غير قابل للتفاوض بهذا الموضوع او التردد باتجاه دعم القضيه الفلسطينيه. دكتور عباس، القادم بالنسبة لهذه المعركة، سيناريوهات المتوقعة، يعني احنا نسمع بموضوع ممكن اجتياح بري، الكيان الصهيوني قادر اليوم على هذا الموضوع، شنو السيناريوهات المتوقعة برأيك؟ نعم، انا اريد لو سمحت اريد ان اشير الى موضوع اتصور بانها نقطة مهمة جدا. نعم. هذا الاجرام الذي يرتكب الان ضد الشعب الفلسطيني هو ليس اجراما جديدا. هذه الجرائم بدأت من عام 1917 عندما أصدر وزير الخارجية البريطاني بلفور بيانه المشؤوم الذي يعتبر من أتعس المواقف على مدى التاريخ ومن أتعس الوثائق. الحقيقة عندما بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين من تلك الفترة، وأعلنت يوم النكبة، هو التاريخ ما ينسى دكتور عباس مواقف الأمريكان والبريطانيين ودعمهم باتجاه هذه الهجرة. 1948 هذا المسح العرقي تجاه الشعب الفلسطيني استمر من ذلك اليوم. نحن نسمع عن دير ياسين لأنه في تلك الفترة كانت هناك بالصدفة مراسلين، وكانت الكاميرا التي استطاعت أن يعني تصور هذه المجازر، ولكن آلاف القرى والمدن هي كانت كما دير ياسين. أنا يعني أرجو من المشاهد أن يراجع الكتاب القيم لبابوي، هذا الأستاذ اليهودي الذي نفي عن إسرائيل والآن هو موجود في لندن
هذا الكتاب موثق بكل الوثائق التي ارتكبت من ارتكبتها الصهيونية من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني في القرى والأرياف والمدن. دير ياسين وصبرة وشتيلة هذه نماذج صغيرة من الجرائم الكبرى التي ارتكبت بحق هذا الشعب. وهذه الحلقة التي نشاهدها اليوم في غزة هي استمرارية هذا المسلسل البشع والإجرامي من قبل هذا الكيان. اللي صار دكتور، اللي صار بمستشفى المعمداني هذا وحده يوضح شنو هذا الكيان وشنو اسلوبه وشلون يتعامل بمثل هذه المعارك. نعم بالضبط، ولكن في نفس الوقت يعري المنظمات الدولية والاستكبار ويعري هذه الأنظمة التي تدعي وتتحدث عن حقوق الإنسان وتتحدث عن الديمقراطية وتتحدث عن العدالة. هذه واحدة من إيجابيات معركة طوفان الأقصى، أنه كشفت الأقنعة بالكامل بشكل كامل. نعم بشكل كامل. فبالتالي شنو المتوقع بالمعركة خلال الأيام القادمة؟ هذا الشعب المقاوم الذي يقدم هذا العدد الهائل من الشهداء ويصمد في أرضه ولا يخرج من أرضه ويحضن المقاومة ومقاومته، هذا الشعب لا يركع، وهذا ما شاهدناه على مدى أكثر من قرن من الزمان. ولهذا أنا أتصور هذه الحلقة وهذه الجرائم ستنتهي، وفي نفس الوقت الشعب يستطيع أن يستمر والقدس ستكون عاصمة لكل فلسطين وفلسطينيون سيعيشون على أرضهم مكرمين. وهذه حقيقة، إن الله ينصر من ينصره، وإن الحقيقة هذه ما شاهدناها في كل المواقع وفي كل البناطق الفلسطينية. نعم دكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، شكرا لانضمامك لنا من بيروت. ننتقل للأستاذ خليل القاضي، انضم لنا عبر الهاتف، الباحث في الشأن السياسي. حياك الله أستاذ خليل. أستاذ خليل إذا تسمعني. ألو مساء الخير. يا مرحبا بك أستاذ خليل. اليوم الوقفات نشوفها حاليا على الشاشة بلبنان، في العراق، في طهران، في عدد من الدول، حتى في فلسطين وفي المسجد الأقصى. اليوم صلاة لأكثر من 5000 مقدسي داخل المسجد الأقصى. الكيان الصهيوني راح يفهم هذه اللغة، وشنو ممكن نتوقع خلال الأيام القادمة من هذه الجماهير المتظاهرة؟ راح تكتفي فقط في التظاهر والوقفات، أم أنه نتوقع أكو لغة تصعيد اتجاه جرائم الكيان الصهيوني؟ بداية تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام في قناة الأيام، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى في فلسطين المحتلة وفي كل ساحات المقاومة. ما جرى اليوم ويجري من وقفات غطت العالم وليس فقط الوطن العربي والإسلامي، فالوقفات تضامنية مع ما يجري في قطاع غزة من إبادة، من حرب إبادية يشنها الكيان المؤقت وجيشه المحتل على أطفال غزة ونسائه وشيوخه وأرض غزة، أرض فلسطين الحبيبة. هذه الوقفات امتدت من جاكرتا إلى وصولا إلى البيت الأبيض والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث منذ الأمس كان هناك وقفات وتظاهرات حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لإيصال رسالة للإدارة الأمريكية، لأن ما يجري في غزة للحقيقة أن المعركة الآن ليست فقط مع الكيان المؤقت في إسرائيل في فلسطين المحتلة، إنما المعركة هي مع الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي لهذا الكيان، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة الكيان ليتضامن معه. في أمريكا حاليا ترفض الاعتراف بتدخلها بشكل مباشر بمعركة طوفان الأقصى. أمريكا متدخلة منذ اللحظة الأولى في عملية في مواجهة طوفان الأقصى، وإلا ما هذه الهستيريا التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأول مرة نرى أن يأتي على عجر بعد 24 ساعة من بداية عملية طوفان الأقصى
يأتي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن ويقول أنا أتيت إلى فلسطين المحتلة وهو يسميها إسرائيل الكيان المؤقت، أتيت ليس كوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أتيت كيهودي وكصهيوني. ماذا تنتظر؟ ماذا ننتظر؟ سألتني للعودة إلى سؤالي، ما هو مأمول خلال الأيام القادمة؟ هذه الأيام القادمة هي حبلة بالتطورات التي تعزز هذا النبض الذي شاهدناه اليوم في كل الساحات وفي كل الوقفات وفي كل التظاهرات التي شاهدناها اليوم تضامنا مع غزة. وحتى أن الموقف العسكري سيكون هناك متدحر، سيكون متدحر ويتصاعد أكثر. فنحن خلال ال 24 ساعة الماضية شاهدنا عمليات على أكثر من جبهة ضربت حتى المصالح الأمريكية من العراق إلى سوريا إلى البحر الأحمر. أصبح الكيان ومن يحميه كله في حالة قلق. اللافت سيدي العزيز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الرئيس الخرف، وجه خطاب للشعب الأمريكي. ظن الكثيرون أنه سيكون خطاب يحمل الكثير من القضايا الداخلية الأمريكية. أفرد الجزء الأكبر من خطابه أو كل خطابه بما يجري مع الكيان المؤقت في فلسطين المحتلة، وما هو سيقوم به من دعم هذا الكيان على كافة الأصعدة. وحتى أنه لم يتطرق إلى أن قواته وقواعده في العراق وسوريا واليمن والبحر الأحمر تعرضت إلى تسع مواقع أمريكية بالأمس، تعرضت إلى هجمات من محور المقاومة. الرئيس الأمريكي لم يأتي على ذكرها. ما يجري هو عملية تصاعد هذه المسألة التي شاهدناها اليوم من تظاهرات. المطلوب أن تواكب دعما للعملية العسكرية لطوفان الأقصى كي يمتد هذا الطوفان إلى عدة جبهات ويجرف هذا الكيان المؤقت وتعود فلسطين محررة وذات سيادة وتقوم الدولة الفلسطينية. بالتأكيد بتواجد هذه المقاومة الفلسطينية البطلة والمقاومة للكيان الصهيوني واعتداءاته وجرائمه. أنا أشكرك الأستاذ خليل القاضي الباحث في الشأن السياسي، وكذلك أشكر الدكتور محسن العقيلي المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء، وانتقل لمراسلنا محمد الشبكي. محمد، شنو حاليا أوضاع التظاهرات من موصل عندك؟ نعم، تحية لك ولأخوة الزملاء المراسلين المنتشرين في المحافظات لنقل هذه التظاهرات ضد الكيان الغاصب. نعم، أبناء الموصل اليوم قد خرجوا عن ذكرى أبيهم من مختلف المكونات والطوائف لمناصرة إخوانهم وأشقائهم من الشعب الفلسطيني. الذي يتعرض إلى عدوان همجي بربري إرهابي من قبل العدوان الكيان الغاصب وحلفائه من الدول الشر، أمريكا وبريطانيا وحلفائهم المتبقين. اليوم أبناء الموصل بهذه التظاهرة يعبرون عن رفضهم ويعبرون عن غضبهم لما يتعرض له الأهالي من هذه الهجمة البربرية، من هذه الإبادة الجماعية لأهالي غزة المحاصرة، لأهالي الغزة المظلومة لا ناصر لهم سوى الشعوب سوى الأحرار من العالم. شنو مستعدين اليوم المصلين حتى يقدمون للشعب الفلسطيني وبقية البلدان؟ هذه التظاهرة تعبير واضح وصريح بأن أبناء المقاومة وأبناء الأحرار هم الذين سيحررون فلسطين من براثن هذه العدوان الهمجي من قبل الكيان المحتل. نعم. أنا سألتك أستاذ محمد عن أنه مطالب اليوم المتظاهرين شنو مستعدين أن يقدمون بالنسبة لأخوتهم الفلسطينيين من خلال هذه التظاهرات؟ نعم، المعلوم بأن أهالي الموصل وكذلك
سواء كان من بقية الفصائل، هم على أتم الجهوزية وأتم الاستعداد من أجل الذهاب إلى فلسطين ولمساندتهم سواء كان بالمال أو كذلك بالدعم الدعم العسكري. فهم عندما حرروا الموصل وعندما حرروا أنبار وعندما حرروا بقية المحافظات من داعش الأمريكي والداعش اليهودي، فأكيد هم على أتم الاستعداد، مطالبهم بأن يسمح لهم بالذهاب للقتال، وكذلك مطالبهم أيضا بضرورة وقف هذا العدوان الهمجي، على كون أن هذه العدوان واستهدافهم للمدارس والمستشفيات والكنائس، هذه وفق الأمم المتحدة هذه الأماكن لا يجوز ضربها، ولكن هؤلاء ومثل ما هو معروف أن الكيان الصهيوني ما يعترف بهذه المواثيق الدولية والأعراف وما يمتلك بالأساس شرف الخصومة والقتال، كل البنى التحتية. فمطالب أهالي الموصل هي نصرة لغزة، ولهم كل الاستعداد سواء كانت العسكرية أو المادية من أجل الذهاب لتحرير القدس من براثن هؤلاء التكفيريين. طبعا أعيد وأذكر بالجرائم خلال 24 ساعة مثل ما توصلنا الأرقام، 37 مجزرة ارتكبتها أو ارتكبها جيش الكيان الصهيوني خلال آخر 24 ساعة، ضحيتها أكثر من 352 شهيد و669 مصاب، بالإضافة إلى أن أعداد الشهداء ارتفع خلال هذه الحرب من 7 أكتوبر إلى غاية هذه اللحظة بأكثر من 4150 شهيد وأكثر من 1000 مفقود أغلبهم أطفال. لذلك نشوف اليوم هذه التظاهرات وهذه الوقفات منددة ورافضة بهذه السياسات المتبعة من قبل الكيان الصهيوني ومساندة للقضية الفلسطينية. نشوف الصور حاليا واضحة في بغداد، في صنعاء، في اليمن، في بيروت، طبعا باقي المحافظات العراقية انضمت حاليا لهذه التظاهرات. ما أعرف الأخوة بالكونترول إذا مراسلنا من البصرة جاهز، كاظم الحاوي، بابل، ديوانية، صلاح الدين، أكثر المحافظات العراقية الآن موجودة بوقفات تظاهرات مساندة للقضية الفلسطينية. ومثل ما أوضح لنا زميلنا محمد الشبكي من الموصل، مشاعرهم اتجاه هذه القضية واستعدادهم للذهاب إلى فلسطين ومقاتلة هذا العدو وتقديم كل ما يمكن تقديمه لإخوتهم الفلسطينيين. خليني أنتقل لكاظم الحاوي، حياك الله كاظم. اهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي. يا مرحبا بك. الاوضاع حاليا في البصره ومشاعر المتظاهرين، شنو التفاصيل اللي عندك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات هناك مظاهره ومسيره عملاقه وتجمع جماهيري كبير، نعم، على ضفاف شط العرب في كورنيش محافظه البصره. هذه الدعوات وهذا الغليان الكبير الذي تشهده محافظة البصرة منذ انطلاق طوفان القدس، وهناك ترقب كبير جدا وتفاعل من أبناء محافظة البصرة انطلاقا من واجبهم الأخلاقي والإنساني الرافض للجرائم البشعة التي ترتكبها الآلة العسكرية الصهيونية تجاه أهلنا في قطاع غزة، الصابر الصامد رغم الحصار، وكذلك هنالك رفض لهذه العمليات العسكرية واحتقان كبير جدا بين الأهالي وما بين صفوف المجاهدين والثوار في محافظة البصرة، رفضا لسياسات التهجير والتوطين والقتل والتنكيل بأبناء غزة، وخصوصا تهديم هذه البيوت وتهديم الأبراج وقتل الأطفال العزل والنساء والأبرياء. وهذه السياسات القمعية التي يسعى لها الاحتلال الصهيوني بهدف إنهاء القضية الفلسطينية، وأيضا تخويف المنطقة بعصا سلاح الردع. لا يوجد ردع لدى الصهاينة بأقوى من الردع الشعبي والجماهيري الموجود لدى الناس، لدى المواطنين، لدى المسلمين، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هناك دعوات مستمرة لشيوخ عشائر البصرة، لدعوات للمرجعية، دعوات للحكومات العربية
والحكومة العراقية دعوات للحكومات الإسلامية، لابد من الوقوف صفا واحدا بدعم القضية الفلسطينية، وخصوصا ما يجري الآن من قتل وتنكيل ممنهج لهذه الثلة الباقية من أبناء فلسطين في غزة. هناك أيضا الشعراء ينظمون قصائد طوفان من البصرة إلى الأقصى وقراءات شعرية. هناك أيضا المجاهدون من أبناء محافظة البصرة، عوائل الشهداء في محافظة البصرة يساندون شهداء وعوائل الشهداء في غزة. سمعنا أكو من البصرة تجمعات حاليا لمحاولة إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. بالتأكيد هناك شو تفاصيل هذا الموضوع؟ مساعي كبيرة، بل بالعكس هناك استعداد كبير وتحضيرات كبيرة يعني يطلقها أبناء محافظة البصرة، وهم جاهزون الآن لأي إشارة من المرجعية أو إشارة من الحكومة باتجاه الحدود نحو فلسطين أو نحو الدول المجاورة لفلسطين أو للداخل في غزة عن طريق رفح أو عن طريق أي حدود من الممكن أن تدخل عنها المساعدات. هذه الاستعدادات الجارية الآن في محافظة البصرة. اليوم ونحن نتحدث الآن هنالك طوفان في محافظة البصرة على كورنيشها، هناك تنظيم لتظاهرة شعبية كبيرة حضرها مئات عشرات المئات في محافظة البصرة تأييدا للأشقاء في فلسطين. نفس هذا كبير نفس هذا الطوفان كاظم حاليا اكثر من محافظه عراقيه الفلسطينيه. نعم نفس هذا الطوفان انا اقول موجود حاليا باكثر واغلب المحافظات العراقيه. بالتأكيد. شفنا ميسان، بالتأكيد. الديوانيه، بابل، كربلاء المقدسه بين الحرمين حاليا. نعم. اني اشكرك كاظم الحاوي من البصره، انتقل لعلاوي احمد مراسلنا من بغداد ينقل لنا الصوره. حياك الله علاوي. حياك الله زميلي عباس. يا مرحبا بك، شنو الوضع حاليا عندك؟ انت موجود حاليا بين المتظاهرين، شنو النداءات الموجوده حاليا عند المتظاهرين؟ شنو مطالبهم اتجاه القضيه الفلسطينيه واتجاه نصره الشعب الفلسطيني؟ نعم، اذا ربنا التحدث انه بخصوص موقف الشعب العراقي اليوم، الشعب العراقي من خلال وقفه تضامنيه ابدا استعداده بالدخول الى الاراضي الفلسطينيه والدفاع عن فلسطين، خصوصا وهو مستعد ورهن الاشاره، فقط ما ينتظره هو اشاره من المرجعيه العليا الدينيه او بقرار حكومه من اجل الدخول للدفاع عن فلسطين. هذا فيما يخص المتظاهرين اليوم هنا. وايضا كما تواجد نقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي وألقى كلمته وقال وأكد على أنه سيعمل كإعلام عربي وهو يمثل بالاتحاد الإعلام العربي. نعم. أن يوصل الرسائل ويوصل الصورة والصوت للعالم أجمع من أجل رصد العالم بما تقوم به القوات الإسرائيلية من جرائم كبرى، من جرائم يرفضها وترفضها المجتمعات وأيضا بنفس الوقت المنظمات الدولية. هذا جانب. وأيضا ما نفس الموقف أكد كذلك نقيب الفنانين العراقيين إزاء القضية الفلسطينية. أما بخصوص اليوم الشعب العراقي، اليوم الشعب العراقي مستعد وعلى هبة الاستعداد من أجل الدخول ليس فقط بهذه الوقفة التضامنية، بل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية وتحرير الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من جرائم كبرى لم تشهدها الإنسانية من قبل. أنت بين المتظاهرين، لذلك أنا أسألك شنو الخطوة المتوقعة من قبل المتظاهرين وشنو اللي يريدوه خلال الفترة القادمة بعد هذه الوقفات اللي نشوفها حاليا بأغلب المحافظات العراقية مثل ما ذكرنا البصرة، العمارة، الموصل، صلاح الدين، كربلاء المقدسة، بين الحرمين، وين رايحين بالأيام الجاية إذا ما استمر الكيان الصهيوني بنفس الاعتداءات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟ نعم زميل عباس، مثل ما تعرف انه اليوم الشعب ما بيده قرار، فقط انه منتظر الاشاره. يعني اليوم كافراد مجتمع عراقي، حتى اطفال انا اليوم شفتهم هنا مستعدين على هبه الاستعداد، انه فيما بقي الحال على ما هو عليه وبقيت الجرائم والمجازر
ترتفع في غزة. الشعب العراقي على أهب الاستعداد، والمقاومة العراقية على أهب الاستعداد للدخول إلى الأراضي الفلسطينية وبأعداد غفيرة من جميع طوائف الشعب العراقي، مو فقط أنا ما أتحدث اليوم عن طرف دون طرف آخر، بل أغلب المتواجدين هنا والجميعهم خصوصا محافظاتنا العراقية تشهد نفس الموقف. هم على استعداد ورهن الإشارة. أنا جمعنا حديث مع بعض الأخوة المتظاهرين هنا وأكدوا بأنهم رهن الإشارة، فقط منتظرين فتوى من المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني من أجل تحرير ما هو بالتأكيد مواقف مما يتعرض له من جرائم مهمة، مواقف مهمة ومشرفة لأبناء الشعب العراقي، ونفتخر اليوم أن احنا عراقيين ونشوف هذه الجماهير وأخوتنا موجودين بساحات التظاهرات بأغلب المحافظات العراقية مناصرين للقضية الفلسطينية. أنا أشكر ضيوفنا دكتور محسن العقيلي المتحدث باسم حركة الجهاد والبناء لانضمام لنا بهذه التغطية، وكذلك أشكر الدكتور عباس خاميار انضم لنا من بيروت عبر سكايب، والأستاذ خليل القاضي الباحث في الشأن السياسي انضم لنا عبر الهاتف. كذلك الشكر لشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية اللي تواجدوا خلال هذه التغطية بأكثر من محافظة لنقل الوضع خلال هذه التظاهرات، ومثل ما تابعنا نداءات الشعب العراقي اليوم ونداءات الجماهير المتظاهرة بالذهاب والتوجه وفتح الحدود صوب فلسطين لمقاتلة الكيان الصهيوني وتحقيق الانتصار وتقديم الدعم اللازم بالنسبة للقضية الفلسطينية وللمقاتلين الفلسطينيين أو حتى الشعب الفلسطيني، هذا الشعب اللي يعيش اليوم تحت الجور والعدوان والظلم وانعدام لأبسط متطلبات الحياة، المي، الكهرباء، الانترنت. صارت هذه آمال وطموحات بالنسبة للشعب الفلسطيني بالنسبة لعدوان الكيان الصهيوني، لكن على الرغم من كل هذا العدوان الانتصارات متحققة وكسر شوكة الكيان الصهيوني وكسر هذه الصورة النمطية للكيان الصهيوني اللي حاول الغرب دائما أنه يرسمها، انكسرت بجهود وقوة المقاتلين الفلسطينيين. بالتأكيد في قناة الأيام الفضائية مستمرين بمواكبة هذه الانتصارات بتغطيات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.